ليس عدم طاعته. يعني مرات أنت مطيع لكن لست محسن. الله لم يأمرنا بطاعة الوالدين بس، قال البر والإحسان، وبر الوالدين وبالوالدين إحسان. فالإحسان هو أن تفعل أعظم شيء وأعظم المعروف مع والديك، هذا هو البر، وهذا المطلوب منك، ليس الطاعة فقط. يعني إذا علمت والدك يحتاج كذا تفعله من قبل ما يسألك، هذا الإحسان. والطاعة تفعلها بعد ما يسألك، هذا فرق بين الطاعة والإحسان. والله لم يأمر بطاعة فقط بل قال الإحسان والبر، لا بد أن تفعل لهما ومعه وتكرهما على أرقى درجات المعروف في الإحسان والبر. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم يا بني أقم الصلاة. جاءت الصلاة بعد ذكرنا العقيدة، ذكر لابن التوحيد والإيمان بالله والتوحيد والبعد عن الشرك وكذا، ذكر الله سبحانه وتعالى وصية متخللة بالوالدين، ثم رجع إلى لقمان عليه السلام قال يا بني، شوف الحوار يتردد، يا بني يا بني، ما تركنا، لا زال يقول له يا بني، هناك نصيحة أخرى، هناك أوامر ثانية، انتبه، أنا أتودد إليك، أنا أتحبب إليك، فكن معي، فأنت قطعة مني وأنا إليك، وإذا أنابك شيء فأنا منك وإليك. يا بني أقم الصلاة، ما قال صلي يا أخوان، هناك فرق بين إقامة الصلاة وصلي. تقول لرجل أقم الصلاة وتقول لرجل صلي، فرق بين السماء والأرض. ولهذا ما جاءت أوامر الشريعة بقول الله عز وجل أو في السنة بقولنا صلي، إنما جاءت وأقم الصلاة وأقيم الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ما قال صلي. إقام الصلاة يعني كل ما يكون في دائرة الصلاة من كل شيء، من الطهارة الكبرى والصغرى إلى معرفة المساجد، إلى صلاة الجماعة وصلاة الفرد وصلاة النافلة، معرفة الأركان والواجبات والسنن والشروط وما يبطل الوضوء وما يبطل الصلاة، كل هذا يدخل في قوله أقدم الصلاة. فمن منا يجلس مع أبنائه ويعلمهم كتاب الصلاة، كتاب الفقه في الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، شروط الصلاة، دخول الوقت. الآن وقت العصر مثلا في الشتاء يكون مبكر، كيف يكون ابن في المدرسة أحيانا ما يعرف يجمع بين الصلاة، ما يقدر يصلي، إذا صلى هذه تفوت هذه، وإذا صلى تلك تفوت الأخرى، وهكذا المغرب والنهار قصير، في الصيف مثلا النهار طويل جدا، وهكذا يعرف مواقيت الصلاة، متى دخول وقت الفجر، ومتى يصلى ومتى لا يصلى، ومتى دخول الضحى، ومتى تصلى الضحى، ومتى يصلى قيام الليل، ومتى تصلى الظهر والمغرب والعصر والعشاء، وهكذا ما هي شروط صحة الصلاة، ما هي شروط صحة الوضوء، كيف ينتقض الوضوء، كيف تبطل الصلاة، كل هذه المسائل. فمن منا يجلس ويعلم أبناءه، هذا قوله أقم الصلاة وأمر بالمعروف. إياك يا ابني انصح، إذا كان الابن تعلم ينصح، ينصح أصدقاءه، ينصح زملائه، ينصح إخواته، ينصح أمه، وهكذا. والشاب إذا تعلم ونشأ تربية سليمة وتربية يعني علمية وتربية دينية، فإنه ربما يأتي يخطب في جماعة، يخطب جمعة، يعطي درس، يعطي كذا، ينصح إخوانه أصحابه وكذا، يعرف أن هذا حلال، يعرف أن هذا حرام، لأن عنده يعني تعليم وتنشئة من أبيه وأمه ومن أسرته. فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والأمر بالمعروف عن المنكر هذا يعني سفينة النجاة كما يقال. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف عن المنكر يعني أمر عظيم، فيه النصح بين الناس والتناصح والتحابب والتوادد بينهم وبين الخير لهم والخوف من الشر عليه، يعني النصح على الانفراد، تنصح أبنائك وكذا، لا يكون يعني على وجه الفضيحة وعلى وجه يعني أمام الناس. وإن كان ممكن له شروطا معروف عند أهل العلم، ممكن يؤدي إلى منكر مثله، ممكن يؤدي إلى معروف أفضل منه، ممكن يؤدي إلى معروف مثله، ممكن يؤدي إلى منكر أشد، متى الإنسان ينكر، متى لا ينكر، متى الإنسان يعني يتكلم، متى يسكت، كل هذا موجود يعني في كتب العلماء بحمد الله عز وجل. وأمر معروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال له اصبر، لأن هذه الثلاثة تحتاج إلى صبر. الصلاة تحتاج إلى صبر، فجر هذا عشان تصلي جماعة صبر شديد جدا، تحتاج منك إلى مجاهدة، تحتاج إلى أن تستيقظ مبكر، خاصة مية الصيف هنا
الفجر مبكر جدا الساعة الثالثة الثالثة ونصف صعب جدا، فيحتاج إلى صبر. الطاعة تحتاج إلى صبر، المعصية تحتاج إلى صبر وبعد عنها. لا تصبر، إذا ما صبرت على المعصية ستقع فيها. أقدار الله عز وجل المؤلمة، ما يكتب الله على العبد من مصائب ومشاكل وبلاوي ومدلهمات تمر عليه كل يوم تحتاج منه إلى صبر. فلولا الصبر يتعب الإنسان، فلا بد من الصبر والمصابرة. ولهذا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال له واصبر، فاصطبر أشد من الصبر، لأن مجاهدة الأبناء وتعليمهم الصلاة والصبر عليهم وإيقاظهم في صلاة الفجر وتنبيههم الآن صلاة الآن صلاة، يعني هذا مهم جدا، يحتاج إلى اصطبار. ممكن تقلب سنة سنتين تترك، لكن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أبناءكم الصلاة للسبع أو لعشر للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. جزاكم الله خير. فتعليم الصلاة إذا هي لا تجب الصلاة إلا عند البلوغ، يعني السن الثالث عشر والرابع عشر، فما بين السن السابعة إلى 14 سبع سنوات، كل يوم خمس مرات تقول لابنك صلي. كم مرة في السنة تصل؟ ممكن تصل يعني 12,000 مرة أو شيء. إذا سمع الابن 12,000 مرة صلي يا ابني، صلي الظهر، صلي الصبح، لن يترك الصلاة، فإن الصلاة ستجري في دمه وعرضه. أما إذا قصر الأب والابن وصل 17-18 ما يعرف إيش الصلاة، فهنا قد ضيع كثيرا، أنا مشغول بالعمل وجمع المال وغيره، وضيع أبنائه وضيع ابنك. ابن واحد لك هذا يكلفك ملايين الدنيا كلها، ما يخلصك يعني استرجاع ابنك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. ومن الحكم كذلك إذا كان الطفل الإنسان له صلاة من النافلة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن صلاة النافلة في البيت تعدل فريضة، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا فيها، صلوا صلاة النافلة خاصة الصلاة البعدية. فالإنسان إذا صلى في بيته فإن الابن منذ الصغر من عمر الأطفال يحب الطفل يجي بجنبك يصلي معك، لا تمنعه، خله يصلي ويعرف الصلاة حتى لو كان سنتين. جيبه مرة معك المسجد وانتبه، ما تخلي طبعا يشوش وكذا مع مراعاة الآداب العامة، لا بأس بذلك. سبع سنوات من صلاة في المسجد، حتى لو كل مشغول أحضر أبنائك ولو مرة واحدة للجامعة، يعرفون المسجد يعرفون كذا. وإذا صلى معك في البيت قلنا لا تمنعه، خليه يحب التقليد يقلدك في صلاتك ويحبب الصلاة. وأمر معروف ونهى عن منكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني هذا من أمر شديد جدا. ولهذا قال إن ذلك من عزم الأمور، شيء صعب جدا من عزيم الأمور وصعوبتها ومشدتها، والصبر على هذه الثلاث، وأنه لابد أن يحصل لك أذى، خاصة معروف ونهى عن منكر، تأمر فلان تنهى فلان، واحد يقول لك إيش دخلك، واحد يقول إيش مالك، واحد يقول مالك عني، واحد يقول، يعني الناس ما تقبل احيانا النصر وانت تصبر، لانك تريد النصر لوجه الله. واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزمه، ولا تصعر خدك للناس. هنا اخر كل شيء جاء الى الاخلاق، ابتدا بالعقيده لا تشرك بالله، ثم بالعبادات الصلاه واقامه الصلاه والصيام والزكاه، تخللت ولا معروف ولا عن منكر والصبر وان ذلك من عزمه، جاء دور الاخلاق. ونحن أمة الأخلاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويقول إن من أقاربكم مجلسا مني أحاسبكم أخلاق. فحسن الخلق له درجة عظيمة جدا، وإن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. إنسان لا يصوم لا يقوم، ما هو صوام كثير ما يقوم الليل كثير، لكن خلقه حسن، على خلق عظيم، خلق مع الله توحيدي وإيماني سبحانه وتعالى، وخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم معرفة حقي وتقديم قولي على قول كل أحد، والخلق مع الناس، مع زوجي مع أبنائي مع جيراني مع أهلي مع أصدقائي مع زملائي، يكون على خلق عظيم. قال إن الرجل لا يبلغ درجة الصائم القائم، يعني له أجر الصائم وأجر القائم وهو لم يصم ولم يقوم، وما ذاك إلا بحسن خلقه. حتى في التعامل مع الأبناء كما ذكرت بالهدوء،
الهدوء هنا نحتاجه دائما. تجد بعض الناس وهذا يأتينا لعل نذكره في آخر الآيات معلش. يا بني بالصلاة ومعروفا عن المؤمن ذلك عز وجل لا تصعر خدك للناس. إياك وتصعير الخد. تصعير الخد أنت تلوي رأسك هكذا لعله التصعير مرض يصاب بعض الإبل من جربة أو شيء ثم ترتفع برؤوسها أو شيء مرض يصاب الرؤوس فسماها هنا فقال فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا على لسانه لقمان عليه السلام يقول ابني لا تصعر خدك عندما يتحدث معك أحد من العيب أن تتكبر وتلوي رأسك ولا تصعر خدك للناس لأي أحد ما قال المهم المسلم لكل واحد ولو لم يكن مسلم يخاطبك لا تترفع لا تقول هكذا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا وإياك والمراح إياك والتبختر إياك ومشية المتبخترين المرحين امشي مشيتك يؤدبه في التعامل والكلام والأدب عندما تخاطب إنسان لا ترفع وجهك عنه تصعر خدك وتنتبه إليه وتسلم عليه وتنظر في يعني في عينيه تنظر في وجهه وتبتسم في وجهه وتبسم في وجه أخيك صدق وتسلم عليه وهكذا أما يتكلم عنك تقول له هكذا ما يجوز هذا من الكبر والعياذ بالله واستنقاص الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واقصد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت قال ولا تمشي في الأرض مرحا هو المشي لا يكون إلا على الأرض لماذا ذكر الله الأرض هنا؟ كأن الله يقول له لأن الناس كلهم يمشي على الأرض يعني من أنت؟ إيش تعمل أنت؟ هل تمشي على الهواء أنت؟ تمشي على الأرض الناس كلها تمشي على الأرض ولهذا قال ولا تمشي في الأرض أو على الأرض مرحا لأن الناس كلهم يمشون على الأرض أنت يعني تتكبر على مين؟ كلهم يمشي مثلك فما في داعي تتكبر والكبر هذا مصيبة عظيمة جدا يدخل النفوس من إبليس مرض وداء فتاك والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي رد ويأتيك الحق ترد لا أنا ما أريد تقول يا أخي الله قال كذا الرسول قال كذا العقل يقول كذا لا أريد يتكبر ما يعنيني هذا أو غمط الناس هو احتقارهم الزراعة هذا هو الكبر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يضعهم الناس الذر يعني هكذا ليش جزاء النفاق لأنهم كانوا متكبرين شايفين أنفسهم في الدنيا فالله يجازيهم القيامة يكون مثل الذر لا يرون يضعهم الناس بأقدامهم هذا يوم القيامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ذرة ولذا حين نسينا آية ما ذكرناها قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله هذا جواب الشرط إن الله لأن الله لطيف خبير يربي ابنك قال يا بني إياك وظلم الناس ولو كانت هذه مظلمة شعرة دقة مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الموازين يوم القيامة بأمثال الذرة تقلب من الذرة فما بالك وما كان أعلى وأكبر فالويل ثم الويل من كان يعني ميزانه ثقيل بالحرام فقال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة تصور الآن صخرة كبيرة فيها مثقال ذرة ما بينها الله قال يأتي بها ما في هذا تصور مثال بس لصغر حجمها أو في السماوات أرمي ذرة أنت في السماوات هل ترى لا أثر لها أو في الأرض دخلت في الأرض لا ترى لا يعرف أحد إلا الواحد الأحد العليم الخبير اللطيف الخبير يأتي بها الله والله لا يأتي الله بها مظلمتك لكل أحد ولو كان دق شعرة فما بالك بمظالم كبيرة سرقة الأموال الغش الكذب الخداع هذه يعني نسأل الله السلامة والمغفرة فينبغي أن يتحلل الإنسان قبل أن يموت وإلا سيأتي بها يوم القيامة كلها ليه؟ لأن الله لطيف خبير من لطفه سبحانه اللطيف
الذي لا يخفى عليه لطف كل شيء ودقة كل شيء، خبير بأعمالكم، خبير بما يجري في ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وهنا لماذا هو صور له؟ هو طفل صغير، ابن هذا ثم يكون كبير ابن. قال يا بني انظري ملكوت السماوات والأرض، لو كانت هذه الشعرة المظلمة الصغيرة في ملكوت السماوات والأرض. فينظر الابن يتصور ملكوت السماوات والأرض، يرى في السماوات ويرى في الأرض وأن مالكها الله عز وجل، فيقع في نفسه ماذا؟ تعظيم الله، يأتي بها الله. هنا جواب الشرف، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء والأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إياك يا بني أن يخفى عليك هذا، فيقع في نفس الابن ايش؟ التربية على الخوف من الله، مش الخوف من الأب بس، خوف الأب نعمة بالتربية، لكن التربية العظيمة خوف الابن من الله. إذا خلى يتذكر الله، رب ابنك أن الله لطيف خبير ويراقب كل شيء ويعلم كل شيء ويأتي بكل شيء نفعله. فعندها الابن في البيت وفي التربية وغيرها وغيرها لا يسرق، لا يغش، لا يخون، يتربى على الإيمان وعلى رقابة الله له سبحانه وتعالى، فينضج نضجا إيمانيا تربويا يحبه الله سبحانه وتعالى ويثني عليه وعلى أهله. ولذلك أثنى الله على لقمان، ما بشيء لا نبي ولا رسول، إنما لحسن حكمته وخلقه واستعمال هذه الحكمة في نصيحته لابنه. ونقل الله لنا هذه النصيحة كما هي، لم ينقص منها شيء سبحانه وتعالى، يعني نصيحة عظيمة حكيمة جدا لو عمل بها الإنسان لكفته. يا بني إنها، يا بني أقم الصلاة، يا بني وانعم بذلك، ولا تصعر خدك للناس، تصعر الخد ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختلف، فإن الله يحب ويبغض، يحب المتقين ويحب المحسنين، صفة الحب والمحبة لله عز وجل. ينبغي علينا دائما لما تمر بنا آية من آيات الله فيها حب نتأمل فيها، يحب من؟ يحب الصادقين، يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب المتطهرين، فنحرص على هذه الصفات لننال محبة الله. فالشأن كل شأن أن يحبك الله، أما أن نحن كعباد كمؤمنين نحب الله هذا شيء طبيعي لا يحتاج منا إلى درس، أما أن يحبك الله فهذا هو الشأن كله، وهذا الذي يعمل عليه كل الصالحين أن ننال محبة الله. نسأل الله من فضله، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واغضض من صوتك، لا ترفع صوت الداعي، إياك ورفع الصوت، الهدوء، وهذه سمة طيبة. حتى الذين عندهم صوت ربما جهوري وصوت يعني مزعج يحاولون يتدربون في التحاور يكون دائما الهدوء، ما رفع الصوت، ليس الصراخ، ما كان الإنسان يرفع صوته إلا لما ينصح في الجمعة وكذا، كأنه منذر الجيش يقول صباحكم ومساكم، لأنه يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. أما عندها غير هذا لا يرفع صوته. فالإنسان يتدرب ويحاول ماذا؟ أن يكون في البيت الهدوء مع أبنائه، يعلمهم الهدوء يعني وعدم رفع الصوت وعدم الصراخ وعدم العويل. تمر بعض البيوت أحيانا كل عياط كما يقال يعني صراخ وعويل هذا ما ينبغي. أحسن كما قال هنا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن الحمار نهيق وصراخ وعياط صوته مزعج جدا ما أحد يحب لبلادته. صوت الحصان جميل، لو تسمع صوت الحصان انظر صغير الحصان، الحيوانات لها أصوات وكل صوت يسمى نباح الكلاب وغيره كلها، لكن صوت الحمار مؤذي جدا حقيقة. ولهذا جعله الله يعني مثل سيء هنا وقال إن أنكر الأصوات. الإنسان يتدرب ويدرب أطفاله أسرته أن يكون يعني التحاور يكون دائما حتى ولو كان غضبان أهدى اهدى، يعني لا ترفع صوتك. ولهذا حتى أن البخاري لما بوب باب على 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 أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما رفع أصواتهما عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في سورة الحجرات، هي الذين آمنوا ترفع صوتهم فوق صوت النبي
قال البخاري عن أبوه بابه قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر. عمر يقول: أبو بكر والله ما أردت لخلافه. يقول: والله ما أردت خلافه. عفوا، أبو بكر يقول لعمر: ما أردت لخلافه. لما سلم اختلف هل نؤمر عليه فلان أو فلان، فقال: ما أردت لخلافه. يقول: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. وهكذا فنزلت هذه الآية. فقال عمر بعدها: ما كنت أتحدث مع رسول الله إلا حديث التساوي. يقول لي يتكلم عن شوية بصوت منخفض ثلاث مرات، وما يعيد إلا إذا يعني طلب منه الإعادة. النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع رسول الله، وجلس الصحابي كذلك في بيته ولم يأتي عدة أيام إلى النبي. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم النزيد اسمه، قال له: ادعوه. وقال لهم: إني لا أريد أن أحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد حبط عني. إن الله يقول: أن تحبط أعمالك وأنتم لا تشعرون. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، بل أنتم أهل الجنة، أو كلمة فيها تبشير له. وقال له: ارجع، يعني لم يخلط يحبط عملك. يعني بسبب رفع صوتهم على النبي كاد أبو بكر وعمر أن يهلكا. أبو بكر وعمر، خلي بقية الأمة. ولهذا لا يرفع الإنسان صوته ويرفع كلامه ويترك، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتقدم، يعني لا نتقدم بين يدي الله ورسوله، لا يتقدم بين قول الله وقول الرسول ويترك ما قال الله وقال الرسول، ويرفع صوته ويترك. فهذا ليس جيد. المهم هنا الشاهد، حتى نذكر: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات: يا محمد اخرج لنا يا رسول الله. اكثرهم لا يعقلون، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. ولهذا قال السيوطي رحمه الله في ألفيته كيفية الحديث بيت شعر، بما معناه أن باب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق كما تطرق أبواب الناس، كان يطرق بالأظافر. هكذا أن باب النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق كما تطرق أبواب الناس، إنما يطرق بالأظافر، يعني طرق بسيط جدا حتى لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤذي. وهؤلاء العرب جاءوا يطرق الباب: اخرج لنا يا محمد، جئناك وجئناك. فالله نهى، وذكر في اخر السورة: قالت العرب: امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وهكذا فالسورة كلها يعني فيها يعني تربية وفيها فوائد، فيها دروس، فوائد عظيمة جدا. سورة الحجرات، الشاهد هنا ان 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 لقمان عليه السلام قال يعني: واياك ورفع صوتك فإن أنكر الله الصوت والعياذ بالله من صوت الحمير. وذكر يعني كما ذكرنا بدأ نصيحته بالتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد والإيمان بالله عز وجل وهل الإيمان والمعتقد، ثم بين لهم عظمة الله: يا بني إن أن تكون مثقال حبة من خردل فإياك والمظالم، وتذكر أسماء الله وصفاته، تذكر عظمة الله عز وجل في وتأمل في ملكوت سماء الأرض، إن أن تكون مثقال حبة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. ثم بين له العبادات والمعاملات، الصلوات الخمس: أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر والزكاة، وكثر هذه العبادات. ثم ختم نصيحته وحواره ونصحه لابنه وفلذة كده بالتعلق والتعلق الأخلاق الحميدة في الكلام مع الناس وفي التخاطب وفي رفع الصوت وأدب الحديث وأدب التعامل معهم وهكذا. فهي نصيحة حقيقة جمعت يعني كل شيء. ولهذا كتب العقيدة كلها مثل العقيدة، كتاب العقيدة للشيخ سامي تميم رحمه الله العقيدة الواسطية، ابتدأه كذلك بالإيمان ثم بالعبادات والمعاملات ثم ختمه بالأخلاق، لأن الأخلاق متممة لهذا الدين. ما ينبغي الإنسان يكون يعني مسلم مؤمن يكون خلقه يعني بذيء ورديء، يكذب ويغش ويخون وكذا وكذا وكذا، اخلاق سيئه، لا ينبغي. فالمؤمن لا يكون هكذا، المؤمن يكون يعني كما امن بالله وابتدا بالصدق ان يختم يعني حديثه وكلامه وايمانه وحياته بالاخلاق الحميده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اسال الله بمنه وكرمه ان يوفقنا واياكم ما يحب ويرضى، وان يجعلنا من عباده الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه، وان يغفر لنا ولوالدينا، وان يصلح ازواجنا وذرياتنا، ويجعلنا ويجعلنا قرة عين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات والذكور والمؤمنات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.